مهندس كابتن راح مشوار بيطول؟ ما بعرف. بتعرف وينه؟ يا ريت. ما بعرف إذا كان لازم فاتحكم بالموضوع ولا لا، بس بالأخير طلع براسي فكرة شفتها مهمة. بس لحالي لازم اجي ودع الكابتن واصدقائي. اليوم بأول النهار نسيت شوية وأنا قاعد على الكرسي، شفت حالي بالمنام قاعد على الكرسي نفسه وبتيابي البيضة نفسها. شوية ولا دخلوا علي ثلاث أشخاص لابسين أبيض وإلهم لحى بيضة واصلة لركبهم. فيقوني من النوم وقالوا لي جهز حالك أبيض، نحن واصلين لمشرق شوية وراجعين لك، بدنا ناخذك معنا برحلة طويلة لمكان بعيد. بعدين راحوا. لما فقت من النوم تذكرت كلامهم لما قالوا لي جهز حالك أبيض. ليش اللي بيموت شو بياخذ معه؟ وهيك عرفت انهم اعطوني فرصة لودع الكابتن وأصدقائي. شو المعنى؟ اجيت ودعكم. وين الكابتن؟ هلا منام عادي بيساوي فيك كل هالشي؟ الحلم واضح ودلالاته واضحة. هدول الثلاثة اللي لابسين أبيض هن ملائكة الموت، وقالوا لي بدهم ياخذوني معهم برحلة طويلة لمكان بعيد. شو بده يكون هالمكان البعيد إلا الموت نفسه؟ طيب يا أبيض، ليش ما بتقول إنه هدول أشباح أو إنك كنت عم تطلع بحالك بالمراية؟ لا تكون قلوبكم قاسية لهالدرجة. عم حاكيكم عن موتي وإنتوا عم تتمسخروا علي. للمؤسف ما يكون عند حدا منكم كلمة طيبة يقولها لشخص ميت بعد ساعة بالكثير. الصراحة أبيض ما حدا بيستعد للموت إلا إذا كان مصروع. بعدين لشو العجلة طالما دائما في وقت للموت؟ بختلف معك من هالناحية. علينا دائما نحافظ على موعدنا مع الموت بإخلاص ونزاهة. بعدين يا أجنب الموت ما بيخوف، يعني بدك تقول مثل فراشة بتحط على الأنف وبتنتهي القصة. طيب ما تكشى وتخلص منها. أنت غلطان، بروح على القبر هلأ أحسن ما رحله بعد ما أنصاب بالعمى ويهروا سناني وينشلوا رجلي وصير قاعد الفراش. رحلة بلياقة أحسن ما رحلة وأنا حطام. أبيض رح أخذ لك صورة. كل عمري ما كنت أحب الصور لأني كنت أعتقد أن الصور جالبة للموت، بس هلأ خلص خلص ما بقى يهمني شيء. تعال تعال صورني. تعال هيك رح يطلع معنا لقطة فنية عظيمة. بس شلي هالجانب المحتضر فيك أبيض، ابتسم شوي. كاميرتي هي مصنوعة للحياة مو للموت. كنت دائما أتمنى يبقى مني شيء بعد موتي، شيء ما بعرفه بس لازم يكون أشبه بالنجوم. صورة تانية أبيض. لا لا، صورة واحدة بتكفي، وهي رح تكون الصورة الوحيدة إلي طول عمري. للأسف ما رح أشوفها. بكرة يا أوغاد حطوا شهادة خام على قبري واكتبوا عليها الفاتحة وقولوا هذا قبر الأبيض الذي عاش وأحب الناس. الوداع أيها الأشقياء، الوداع، الوداع كابتن.
ما عاد اقدر استناك اكثر من هيك. هلا بيجوا ما بيلاقوني. كنت بتمنى اشوفك يا كابتن قبل ما اموت، بس ما عاد في وقت. سلموني على الجميع، ما في وقت ودعهم. بس هلا وانا راجع على طريق البحر حاتذكرهم واحد واحد، وراح اسلم عليهم واحد واحد. الوداع الوداع. ماشي، معناتها بتشلي أربعة من هدول وستة من هدول، وإذا في كم طبنجة مناح مثل هي كمان شلي عدد لو وصل للثمانية. تكرم عيونك كابتن، ولف لي اياهم منيح لأنه مشواري طويل. هي بأمرك. خير كابتن، في شيء؟ مريم، 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 مريم. حسن شو صار بغيابي؟ ما في شيء ولا صار شيء. هدول شو بهون؟ كابتن انا هلا جيت ما بعرف. ليش هيك ساكتين؟ عم تسال كانك ما بتعرفهم، بعدين حاجتهم فحموا من البكي. خليهم يسكتوا شوي، حلهم يرتاحوا ويريحونا. الابيض اليوم ما شفناه. اجا حكى مع الشباب وراح. الأبيض حكى لكم شي شباب؟ إجا نزعلنا مزاجنا وراح. قال حاسس حاله بده يموت. ما بعرف ليش فكرة الموت خاطرة على باله كتير. بعدين شافك تأخرت قام مشي. Thank you.
رجاك يا كابتن، إذا متت ما إلي عندها غير وصية واحدة، إنك تتجوز. أعطي سلمى فرصة أخيرة، إلا ما توافق بالنهاية. ما بدي يصير فيك مثل ما صار فيني، تعيش وتموت كأنك ظل لشخص منقرض أو وهم من الأوهام. ليش وافقت سلمى بالأول لحتى أتجوزها؟ عم أقول لك أعطيها فرصة أخيرة. أنا ما بقدامي أعمل غير مثل ما حكى التنين، هد هالبيت بكتفي وشيله من أساسه. حاول إلا ما تلاقي أنت وهالنصابين الأربعة شي طريقة. وعدني وعدني يا كابتن قبل ما أموت. إذا شلت فكرة الموت من راسك بوعدك يا أبي. أنا خلص يا كابتن، غربت شمس. نحن عم نشعر بالذنب، عم نشعر كأنه موت الأبيض كان من تدبيرنا مو من تدبير القدر، كأنه نحن كنا المسؤولين عن موته. شيلوا هذا الإحساس من راسكم، هو من أسبوع ما عم يحكي إلا عن الموت، كأنه كان عم ينتظر. سبحان الله يا كابتن، الفكرة اللي بدوها الشباب كانت لعبة، فكرة ناقصة راحت اكتملت بموته. هو كان بانتظار موته،
والساحة كانت حزينة وكأنها عم تستعد لاستقبال هالموت. الله يرحمك يا أبيض. رحت وتركت فراغ كبير وراك. أهلين أبو مصطفى، تفضل. شكرا شكرا، ما عندي وقت. الجبهة الشرقية مضعضعة وبدي أقوم بزيارة سرية إلها أشوف مشاكلها بنفسي على أرض الواقع. راح أعمل كل جهدي لخليها تصمم. لبين ما أكون جهزت الجيش الثالث الاحتياطي. النفط 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 مشكلتي الكبرى. طائراتي توقفت عن الطيران، دباباتي صرنا نجرها بالبغال وبالتيران. نفط من الشجر، بس كل طائراتي، كل غاباتي، كل غابات ألمانيا ما بتكفي طائراتي غير طلعة واحدة وبس. بعدين الأخطر من هيك، أمريكا، أمريكا دخلت الحرب. بدهم يقطفوا ثمار الانتصار من فوق جثث الأطراف المتحاربة على البارد المستريح. يعني الكل بده يخسر ما عدا أمريكا. ليش عم تطلعوا فيني هيك؟ ما في شيء كراز، ما في شيء. بعدين العالم بتطلع بملوك. ايه بس هي التطليعة غير شكل. ايه لا، لا غير شكل ولا شيء، عادية. بس أنت صاير حساس زيادة عن اللزوم. جايلي من على بكرة الصبح عم تسكع بالساحة وتارك الكومنداني لحاله بالبيت. كابتن خليني آخذ لك صورة. لا يا عزت، من هلا ورايح ما في داعي للصور إطلاقا. شهور حلوة حطمها نزير بإيده من دون سبب. كل رجال غيورين بطبيعتهم وهو رجال بكل بساطة. بس أنا ما عملت شي، ما غلط بشي. طول وجودي هون كنت أتصرف بشكل عفوي، ما برمي لأي إثارة أو غرض. تيابي مكشوفي صح، بس كل مرة بتحب تتقلق بالشوارع وتشوف حالة بين الناس، وأنا مرة وما مستعدة أتخلى عن هالشي طالما ما حدا قادر ياخد مني شي إلا اللي بريد أنا أعطيه. تبدلت حياتي تبديل مؤلم، خسرت براءة الأشياء وبهجتها. بقيت ليالي البهجة وخفة الروح والبراعة ولعب البرجيس بلا رجعة. نزير صار قاسي القلب، والأمل ضعيف تطوعه الحياة من جديد ويرجع مثل ما كان. محبوس بكون أعمى وفراغ موحش كله كآبة وضجر، ويمكن يكون هيدا أسوأ شي بحياتي. ضمن هالحدود ممكن أعيش وأمشي مسافة أبعد على درب مصيري. هالأشياء اللي كنت حبها من زمان بتكون أحياناً مهمة وأحياناً بتكون مش مهمة، فيني أنساها. مش ضروري أخرب حياتي من أول هزي. منيح اللي شفتك فايقة. لو كنت نامي كنت بدي فايقك. شوفي زهر البال، شوفي منيح هدول تيابك اللي جبتيهم من بيت ابوك. شوفيها شو رح يصير فيهم هلا. انت نزير حرام عليك، شو بدك بالتياب؟ بدي اسويها شرطيط، بدي اسويها مناطق. نزير انت ما بتعرف قديش كلفوني دعم ومصاري. ولو كان مشان ما تفكري بيوم من الايام انه الماضي رح يرجع. زينة هي الشيطان نسيها، ما رح ترجع على البيت. لا تفكري اذا قطعتيني او فرضتي علي شروطك انك تمشي رايك. لا لا، الماضي سي ما له رجعه. سي انا رايي اللي بده يمشي، واذا بدك تطلعي مشوار انا بطلعك. انا بطلعك مثل الغنمه قدام الناس بسوقك بالعصايه. بس لا لا، انا ما حطلعك مشوار، انا حخليكي بالبيت تعفني حتى الشمس ما تشوفيها. هلا فيني اقول اني خسرتك للعمر كله. كنت مفكره يرجع لك عقلك، وساعتها بنقدر نرجع نعيش بسعاده ونرجع الايام اللي عشناها سوا. بس خلص، أنا خلص ما عاد بدي شي. الغيري الغيري عمتك وخلتك تصير واحد بغير. خلصي ولا تكبري بالكلام.
بس ليك نزير، شوف لقلك انا وياك ما بعيش معنا سقف واحد، اختار او انت بتبقى او انا. لجهنم بنام بالشارع ولا بتجمعني معك غرفه واحده، بس يكون بعلمك ما في طلعه الا من الغرفه الى المطبخ وبس، فهماني؟ يمشي؟ مريتي بالساحة؟ كيف؟ دنيا قايمة مو قاعدة؟ الله يريحنا بقى. هبا. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شو نوعية الكتب اللي بدك اياها؟ بس هي الكتب الطلب عليها كثير قل. كان عندي كم قصة غرامية زراف، مدري حطيتهم بالمستودع مدري هون على الرفوف. فوت إذا لقيت شي خده. عرج وأخرس وبده يعشق ويحب كمان. علم أبو مسعود، شو هالمسألة اللي عم تفكر فيها؟ انت عم تحكي معي؟ يعني انا عم بسألك عن القضية اللي عم تفكر فيها، بلكي بقدر هيك ساعدك بشي حل مفيد. التهي بشغلك ولا لاي؟ انت شو بفهمك بهيك شغلات؟ بعدين قلت اللي عم سألني عنه هو اللي عم فكر فيه. يعني انا عم دور على قضية بدي حلها حتى حلها. بقى التهي بشغلك وترك التفكير غيرك. يعني ترك التفكير الي. شي حلو والله. الكل بيصيروا مفكرين وفلاسفة. بعدين العوام والجهلة بدي اتركهم لينقرضوا؟ مرحبا ام رعي. اهلين. شي كيلين باذنجان الله يشترك. ما في باذنجان. شي؟ ليكل باذنجان معبي البسطه. هذا مو باذنجان. يا حبيبي، لكن شو هاد اخي؟ يا طين. يا طين، اعطيني كيلين من هاد. كمان ما في. الله اكبر. لكن شو هدول؟ بك يا ابو حمدو الله يخليك. ضروري اكتب لك على كل شغله شو اسمها، هاي فليفله، هاي نعناع، هاي باذنجان. اخي وبصراحه مشان الله تركني ما بدي بيع، تركني قاعد عم بصفن بشغله. يا حبيبي، دخلك شو هالشغله اللي عم تصفن فيها؟ لك يا ابو حمدو يا ابو حمدو، بتكون انت قاعد هيك عم تصفن، عم تفكر بشغله للبلد، بيجيك واحد بكل براده قلب، اعطيني نص كيلو بندور، اعطيني نص كيلو ليمون، اعطيني جرزة زيت نعناع. لعمة. لك بلد مو قاتلها الا بطنها، ان شاء الله بياكلوا سم الكراتي. لك اشتهيت واحد يكون هيك قاعد عم يصفن عم بيفكر عم بيقرا كتاب؟ لا حما. بلد فيها عقم ثقافي. ايه لك يا ابو حمدو، صدق من قال ويل لامتي لا تقرا. يعطيك العافيه ابو فهد. اهلين. بدنا نص كيلو لحمه للمحشي. اللحمه قدامكم، قطعوا وزينوا منها، انا ماني فاضي. ليش بشو مشغول؟ لك يا ابني اذا ما كان الواحد عم بيشتغل بايده ما بيكون مشغول؟ ما انك شايفني عم فكر؟ التفكير ما له شغل؟ التامل بالغاز الحياه واسرار الكون ما له عمل؟ ولا انتم ما بتعرفوا انه في بهالدنيا عمل ذهني وعمل يدوي والثاني اهم واصعب؟ ولا لازم اقول لك شو عم فكر كمان؟ وينك؟ هاي اللحمه قدامكم، يا بتقطعوا لحمتكم بايدكم يا بتفرقوني، لأنه الشغلة واصلة لأنفي. ها Thank you.
وهيك بهيك صناعة راح اقدر استغني عن النفط. بس هيك طائرات راح تقدر تحمل قنابل قاصفة؟ لازم كابتن. اهلين استاذ برقيت. جاي استاذنك، بدي امشي. لوين بدك تمشي؟ اشغالي بالعاصمه كترت وتعطلت عنها، وانا هون قاعد اكل مرعى وقلة صنع، فالله يخليك خليني امشي. بس هون كمان في عندك شغل. لوحتك وما كنت تخليني اكملها. وين الشغل؟ في لوحه غيرها. لمين؟ ما بعرف، بس إلا ما يلتقى بالبلد إنسان جديد بإنه ينعمل لي لوحة. قلبي عم يقول لي يا أستاذ برقيت إنه ما لنا مطولين لنعرف مين هذا الشخص اللي لازم نرسم له لوحة فعلا. مرحبا وزير. اهلين شباب. قوم معنا قوم. سبقوني هلا بلحقكم. شو الحال يا سيد نزير؟ القعدة بلاك مو حلوة. صدقوني عندي شغل. بخلصه وبلحقكم. لك يا اخي العمر بيخلص والشغل ما بيخلص، امشي روح معنا يلا. الله يخليك ابو فهد، اتركني بهمي. طلع منه شو لك؟ حيوان ابن حيوان، شخصية مخربة، لا مسؤولة، لك المانيا مدمرة. وبرلين محاصرة، وانا عم فكر بالانتحار وانت جاي تقول لي بدك تتجوز واحد من زبرتك. ماشي الحال، انا بعرف لعند مين روح يا عمي. لعند مين روح يا عمي؟ لك انت واحد من زبرتك. اضرب على وجهي. هيا فهد. نعم. شو يعني كوز ميتالي؟ الله اعلم، هي اكله المانيه. شيء فظيع يتخلى الإنسان عن ضميره ووطنيته بأيام المحن. هي اللحظات اللي فينا نثبت فيها للعالم إذا كان اللي بداخلنا روح ولا طين. لك أنا وحدي شو بدي أعمل؟ أنا مملكة ولكن وحيد، أنا حاكم ومحكوم، أنا الملك، أنا قائد وأنا الجيش. بس مني بدي أجيب جيش والشعب وأنا وحيد. فلتزهق أرواحكم ولتصبح عظامكم مكاحل للنساء أو باش مزبرتك. Thank you.
بتعرف ابيض؟ ايوه. اذا قلت لك بشو عم فكر رح تستغرب. هات لشو؟ عم فكر انه صرنا زمان بهالساحه عم نعمل احتفالات ومهرجانات وكرنفالات وما عم نشوف اولاد صغار. نحن لما كنا اطفال كنا نركض هالشط ونحن حفيانين عشرات المرات بالنهار. شو ما في اولاد بالبلد؟ لا في بس قليل. اللي بيحبوا بيتجوزوا. لا يعني مثل حكايتي وجر. بقى اذا كانت الحاله هيك منين بدك تجي الاولاد؟ بعدين في شغله ثانيه كابتن، كل الاهالي عم يبعثوا اولادهم على البحر من الصبح للمساء مشان يسبحوا ويصيدوا ويسوقوا فلايك ويصارعوا الموج والصخر. مستعجلين عليهم، بدهم اياهم يكبروا لحتى يصيروا بحاره وقباطنه مثلك. بعدين يا كابتن قبلك في بحاره كثير شقوا طريقهم بالبحر ووصلوا للطرف الثاني من العالم، بس انت الوحيد اللي نقل هالعالم لهون، ومن هون بتجي اهميتك بنظر الناس. وأنا كمان يا أبيض بشعر بأهميتي معك، كل ما وصلت مخيلتي لنقطة مسكرة بيجي كلامك بيفتح لي مساحات جديدة. بيتحول العالم بنظري لمكان فسيح مغمور بالشمس واللؤلؤ والسمك الفضي. على فكرة أنا لما سألتك عن الأولاد كنت جدي بسؤالي، بس هلأ اقتنعت إنه مكانهم هنيك بالبحر. أهم حلم من أحلامي إنهم يكبروا ويصيروا بحارة وأباطنة ويعبوا السفن والمواني الغريبة. ساعتها بقدر اتعرف عليهم بدون ما اطلع على جوازات سفر، من ملامحهم، من صور البيوت اللي ساكنه بعيونهم، ومن ريحه القرفه والياسمين اللي معبقه بتيابهم. بدنا نشوف اولادك بيناتهم كابتن. والله ولي التوفيق. سمعونا الفاتحه. بسم الله الرحمن الرحيم. صدق الله العظيم. مبروك يا مصفر. الله يجعل مبروك. الله يبارك فيكم يا شباب. صفر مبروك. الله يبارك فيك. مبروك يا مصفر. ان شاء الله عبال تزيد اولاد كلهم بيصفروا. بالاذن يا جماعه. يا جماعة أنا وليلى مسافرين الليلة، مشان هيك بدنا نودعكم. ليلى ودع جيرانك، يلا كلهم صاروا رفقاتي. اللي قلته تحقق يا كابتن. من أول مرة سمعت فيها صفيره قلت ما رح يطلع من هون إلا وعلى كتفه واحدة من بنات البلد، وهي عطف أحلى زهرة. وينك مصفير؟ حسك عينك تزعل لي ليلى بكلمة، ها؟ وإلا صاحب الساطور وكل شقف هيك، ها؟ يعني راس عصفور. شو المعنى؟ يعني مرات يا فهد. شوف حبيبي، من بكره الصبح بتنزلها بتروحوا على الطابو مشان تطوبها باسمك. قصدك على النفوس مشان سجلها على اسمك. ايه سيدي، كلها دوائر حكومة مثل بعضها. يلا يا جماعة. كابتن، أنا بدي أودع سلمى. وراح أقول لها إنه بيسلم عليك الكابتن. يلا ان شاء الله الف مبروك يا جماعه. الله يبارك فيك. مبروك يا جماعه. مبروك يا جماعه. مبروك. ان شاء الله الف مبروك. الله يبارك. الله الف مبروك. مبروك يا الف مبروك يا جماعه. هلا يا هلا. يلا امي شوف وشك بخير ان شاء الله. الله يكون معي. الله يسعدك. انا ما بطول. ألف مبروك إن شاء الله. الله يبارك بعمرك. يلا بالإذن. ألف مبروك. دير بالك عليها. هاي أماني برقبتك. ولا يهمك بعيوني. بخاطرك. مع السلامة. سمعنا شيء قبل ما تمشي. على راسي كابتن.
بالكامل تنولى بحالنا. أنا شو بده يصير فيي من بعدك ليلى؟ لما تسألي أبا اكتبي لي رسائل. حكتب لك دائما. بس أنا خايفة. أنتِ تخافي. أنا اللي لازم أخاف. أنا صرت وحيدة يا ليلى. صرت وحيدة. اثنيناتنا لازم نخاف. من شو؟ من انك انت تقضي حياتك بكتابة الرسائل. سلمى انا بس بكفي ليلى. هذا العك اللي عم تحكيه ابقى اكتبي لي اياها بالرسائل. هلا خلينا نبكي وبس. كابتن نحن رايحين يا كابتن، بس بعمري ما رح انساكم ابدا. مين بيعرف، يمكن انا وليلى نيجي نعيش هون طول عمرنا. مو بس لاني بحب ليلى، لاني بحبكم كلكم. صدقني يا كابتن انا ما حسيت حالي عايش الا بيناتكم. مين بيقدر ينساك يا كابتن؟ ما راح يشغلني بغيابي الا اخبارك. خاطرك كابتن. Thank you.